إلى ربه إلى خالقه. نعم، الميراث هي وصية الله تبارك وتعالى لخلقه. يقول تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني يوصيكم الله أن تعدلوا بين أولادكم. إذا وصاك أبوك بتقول يا ياب على العين والرأس، أمك على العين والرأس، المدير راعي العمل على العين والرأس، هذا ربك تبارك وتعالى يوصيك ويأمرك. يوصيكم الله أيش؟ يعني أن تعدلوا بين أولادكم. ما تعطي للولد اثنين وللبنت واحد، ومع الأسف الشديد في ناس عم يتكبروا وعم يتجبروا. ربك بيقول له أعطي حقه، بيقول له لا يا ربي لا، هذا شرعك وهذا شرعي، يفضل شرعه على شرع رب العالمين. في واحد قالوا له اتق الله يا رجل، اتق الله أعطي حقوق أختك، قال خل تأخذ حقها عند رب العالمين، ما لا عندي شيء، هذا شرع الله وهذا شرعي، خل تاخذ اذا له حق خل تاخذ عند ربها تبارك وتعالى.